اسمح لي عشان يعني كما تحدثت في بداية الحلقة وزي ما سيادتك أشرت إنه الإرهاب وتيرته بتتراجع في مصر بنسبة كبيرة، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن القوات المسلحة استطاعت إحباط هجوم إرهابي على كمين بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، وتم تصفية 18 إرهابي وتدمير 4 عربات منها 3 مفخخة، ويبدو أنه باقي الحصر جاري. لنعلم يعني حتى الآن لا نعلم إن كان هناك شهداء أو لسه. استشهاد بيقولوا لي أهو حالا زمايلي، استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء واجبهم طبعا الوطني. وطبعا احنا بنعزي الأسر وبنتمنى السلامة للمصابين، لكن تقييم حضرتك، احنا كنا بنقول من شوية ان الإخوان مهما كان الثمن عندهم استعداد يجيبوا فلوس علشان يعملوا عملية إرهابية في مصر في هذه اللحظات. وأنا قلت في بداية الحلقة المصري يخلط ترابه بدمه مش بس يرفعه فوق رأسه. حب أعرف تعليق سيادتك. كلام حضرتك طبعا مظبوط، وبنوجه التحية لروح الشهداء، وبنعزي أنفسنا مش أسر الشهداء فقط، لا طبعا نعزي أنفسنا في هؤلاء الأبطال طبعاً. اللي عارفين وهم في هذا المكان إن هم بيدافعوا عن الشعب المصري بالكامل. هذه العمليات متوقعة في هذا التوقيت لمحاولة خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي، يبقى في إرهاب في سيناء، في توتر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، في توتر من الاتجاه الجنوبي، فيبتدي الشعب روحه المعنوية تتأثر سلبياً، وهم متخيلين ان بكده هيقدروا يهزوا الشعب المصري. لكن بقول لهم لا، هذه العمليات اللي بتتم لانها الحمد لله كلها تفشل، بتاكد للشعب المصري ان القوات المسلحه المصريه قادره على مواجهه هؤلاء المجرمين. هذه العمليات الارهابيه انا بسميها رقصه الموت، رقصه الموت، يعني الترنح الأخير، محاولة إثبات أنهم ما زالوا موجودين وقادرين على التأثير على المشهد في الداخل. إلا أن كل هذا الحمد لله بيبوء بالفشل، وشايفين النتائج لما يبقى 4 عربيات و 18 إرهابي ولسه جاري حصرهم كمان، ويعني بالتأكيد هذا أمر بيقول لنا أن القوات المسلحة بتقوم بواجبها في كل الأوقات في مسألة القضاء على الإرهاب. وبالتالي ده يخلينا نصطف أكثر، هذه العمليات المفروض تخلينا نصطف أكثر وراء القيادة السياسية، لأن هؤلاء المجرمين لما بيتقبض عليهم بنلاقيهم لا دراية لهم بما يدور في العالم، كل اللي بياخدوه الفلوس هو ده هدفهم، بعض المرتزقة أو بعض الخارجين على القانون أو بعض الحاقدين الناقمين على السلطة نتيجة إن هو كان مسجون او طلع وهربان عليه احكام وهكذا، بيلاقي هو ده الملجا بتاعه مع بعض الدعم الاجنبي سواء بالسلاح او بالمال، فبالتالي بيحاولوا ينفذوا عشان يفضل المال يتدفق ليهم، لازم ينفذ هذه العمليات اللي بيؤمر بيها، يعني ليس انتاج تفكيرهم، لكن بيتقال له اعمل كذا، بيتخطط له كذا كذا، وبيحاول ان هو يحقق هذا الكلام. برضو عندهم تخيل ان هو لما يعمل العمليات دي في سيناء فالجيش معظمه يبتدي يروح هناك عشان أيوة يقدر يواجه هؤلاء المجرمين، يشتت. ما يعرفوش القوات المسلحه افندم. لا اقصد ان هو يعني من ضمن اهدافه تشتيت قوى الجيش المصري، هو متخيل كده، هو ما يعرفش ان القوات المسلحه موزعه، كل فرد في القوات المسلحه عارف الواجب بتاعه فين، فلو حصل أي شيء في مكان آخر هو متمسك بمكانه، عارف مهمته حدودها المكانية أو الجغرافية فين، ما بيتحركش إلا بأوامر من القيادة العامة، والقيادة العامة موزعة القوات بشكل
محترم بشكل احترافي، ناس عارفة بتعمل إيه، ناس على علم، وبالتالي ما يحدث في مكان لا يؤثر على مكان آخر. والحمد لله إن القوات اللي موجودة في سيناء عندها من الاحترافية القدرة على مجابهة هؤلاء المجرمين، وإحنا شايفين الخسائر. أنا عايز أقول حاجة تاني كمان للشعب المصري، إن هذه العمليات لما بتتعمل هؤلاء المجرمين بيتراجعوا، الأعداد بتاعتهم بتتراجع. النهارده سقط منهم 18 مجرم، عملية تانية هيسقطوا، وبعدين أعدادهم مهما كانت مش بالعدد اللي إحنا متخيلينه، هم مجموعة من الجرذان الهاربة اللي بتطلع في لحظة تحاول تنفذ عملية يائسة وتختفي تاني. خروجهم لتنفيذ هذه العملية حتى إن فلت منهم حد، فبيبقى في أدلة بتقود باقي القوات إلى مكانه ومكان غيره. يعني إذا كان 5-6 هربوا، لا، بيبقى في تتبع ليهم، بنوصل لهم، ال5-6 دول بيتمسكوا ومعاهم كمان آخرين، سواء بقى يقبض عليهم أثناء محاولة القبض عليهم أو يقبض عليهم، أيا كان الموقف اللي بيتم وقتها. دكتور علاء، إن احنا دكتور علاء